أشهد أن محمد رسول. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم أنه ادخر دعوته المستجابة ليدعو بها لأمته يوم القيامة فتحل لهم بها شفاعته، وكان يقول: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. صلى عليك الله يا خير الورى.